السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم هو مراجعة لمادة التربية الإسلامية، مراجعة لنصف السنة، لامتحانات نصف السنة. راح تكون شوية طريقة مختلفة، انه هو راح قصاصات فيها مجموعة اسئلة، كل تلميذ راح يختار ورقة من هذه او قصاصة من هذه القصاصات ويجاوب على سؤاله. راح توزع عليكم القصاصات. سما تعال ماما. من بنى الكعبة؟ إبراهيم وابنه إسماعيل. أحسنت يا وردة. سورة الإخلاص اسم آخر. ما اسم سورة الإخلاص الآخر؟ سورة الإخلاص التوحيد. سورة التوحيد. أحسنت يا وردة. يا مرتاج. ما معنى نار الله الموقدة؟ نار مشتعلة. أحسنت، النار المشتعلة. ما اسم الملك الذي بعثه الله للنبي محمد جبرائيل عليه؟ أحسنت يا شطورة. ما معنى البلد الأمين؟ البلد الأمين هو مكة المكرمة. أحسنت يا وردة. هل استمرت الدعوة السرية 3 أشهر؟ أحسنت شطورة. ما معنى في أحسن التقويم؟ في أحسن صورة. أحسنت يا بطل. يلا يوسف. كان يجتمع المسلمون في بداية الدعوة في دار الأرقم بن أبي الأرقم. عافية يا بطل. يلا رضاوي. ما اسم الشخص الأول الذي أخبر النبي بنبوته؟ خديجة زوجته. أحسنت، أخبر زوجته خديجة. يلا دلفقة. الحبشي النجاشي. النجاشي هو ملك الحبشة. أحسنت. لماذا كان أغلب أصحاب النبي من الفقراء في بداية الدعوة؟ لأنهم وجدوا دين العدل. أحسنت، دين العدل والمساواة. يلا رضا. لماذا يحيي الله الناس بعد موته ليجزي كل إنسان بعمله؟ أحسنت، يجزي كل إنسان بعمله. اسم حديث التعاون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله في عون عبد ما كان العبد في عون أخيه. أحسنتم يا أطفال. يلا من عندنا؟ يلا حسين اقرأ سؤالك. قالك يا ما معنى أجرا غير ممنون؟ أي أجرا غير منقطع. أجرا غير منقطع. استريح حسين. عد الثلاثة من آداب استقبال الضيف. استقبال الضيف، عدد لي ثلاثة. أولا نستقبله بالبشاشة. أحسنت. ثانيا نحدثه بأحاديث لطيفة. أحسنت. ثالثا نقدم له الضياء. أحسنت يا بصل. أحسنت يا علاوي. اقرأ سؤالك. عدد ثلاثة من آداب الزيارة. اختار الوقت المناسب. اختيار الوقت المناسب. بعد اطرق الباب ثلاثة. أحسنت. لا أجلس أمام الباب الذي مطل على غرف المنزل. لا نجلس أمام الباب المطل على غرف المنزل. من الشخص الثاني الذي أخبره النبي بنبوته؟ من؟ عمه ابن عمه علي ابن أبي طالب. أحسنت، الشخص الثاني الذي أخبره النبي. أقرأ حديث العمر. أد العمر إلى من يهتم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أد الأمانة إلى من يهتم كل تقل مرحبا. أنت يا بطل. يلا حسين. ما معنى البر والتقوى؟ البر والتقوى هو عمل الخير. أحسنت، عمل الخير. عرفنا الأمانة. الأمانة هي كل ما يلزم على الإنسان أداءه وحفظه. أحسنت، وهي ضد الخيانة. أحسنت. يلا سماوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح
أشهد أن محمد رسول الله. عافية بنورة، يلا نور الهدى. عدد خمسة من أنبياء الله. عددي لي خمسة. محمد. أحسنتي. علي. لا، محمد، موسى، إدريس، عيسى، موسى، عيسى. عافية. من بنى الكعبة؟ من بنى؟ إبراهيم وابنه إسماعيل. أحسنت، يلا استريحي نور، استريحي. يلا ماما. أين كان يتعبد الرسول؟ الرسول. أين كان يتعبد الرسول؟ عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء. أحسنت، يلا. حمودي شنو سؤالك؟ من هما أول شهيدين؟ في الإسلام. في الإسلام. ياس وزوجته سمية. رضي الله عنهما، أحسنت يا بطل، يا غزان. أخذي من هنا. من هو جبرائيل؟ هو ملك من ملائكة الله. سبحانه وتعالى أرسله لمن؟ إلى النبي محمد. ماذا أخبر النبي؟ بنبوته. أخبر النبي بنبوته، وبعد أنزل على النبي القرآن الكريم. هو الذي كان مكلف بتنزيل القرآن للرسول. أحسنتم، بارك.